المقابلة ديال اليوم مقابلة ممتازة، وحنا كنا مشتاقين هاد الأجواء، والحمد لله هاد الفضاء اللي كان فضاء اللي عيشنا المقابلة وكأننا في قطر الحمد لله. واللعابة داروا اللي عليهم وكانوا في المستوى الكبير، وما نساوش راه حنا لعبنا مع وصيف بطل العالم، ونسبة استحواذ الكرة ديالنا كانت عندنا أكثر، وهذا كيدل على أن المغرب منتخب مغربي رقم صعيب غادي يبصم على مسار كروي كبير إن شاء الله. والمقابلة الثانية غادي نستافدوا من الأخطاء اللي درنا، وغادي نسجلوا إن شاء الله، وغنربحوا بلجيكا وغنتأهلوا للدور الثاني ديما مغرب. المطال الأولى صراحة المنتخب المغربي كان لعب شوية مستريسي، ما قدموش كرة زوينة، ولكن المطال الثاني صراحة لعبوا كرة وفرجونا، ولكن تتنقسم ديما إلى المساء الأخير يعني مش حالة. وصراحة الزلزولي ما عجبناش فاش دخل ضيع علينا كواري بزاف، يعني كل خلاو لينا بوفا كان يقدر يدير شي حاجة. وإن شاء الله الماتش الجاي يكون أحسن. كيفاش كانت المباراة؟ سيطرة ميدانية و يعني لعبنا عليهم صراحة، هما زعما كرواتيا وصيف ديال مونديال 2018، يعني قدمنا معهم أداء زوين، يعني إن شاء الله نتأهلوا ونقدموا أداء زوين. مباراة صعيبة بزاف صراحة صعيبة، المهم ماشي مشكل إن شاء الله نعاودوا الماتش الجاي ديال بلجيكا وكندا إن شاء الله. باقي الماتشات بزاف، حنا راه عندنا تيم واعر، عندنا أحسن تيم في إفريقيا، عندنا نصيري، عندنا بوفال، عندنا حمد الله، المهم إن شاء الله نديروا شي حاجة إن شاء الله. بالنسبة لكرواتيا راه عندهم أحسن وسط ميدان في العالم ديك الثلاثي، ولكن الحمد لله ما بانش الركراكي عرف كيفاش يسيطر عليهم. بصراحة كنا على أعصابنا طبعا، عادي كنا على أعصابنا، والفريق كان في منتهى الروعة، ولو أنه كان هز واحد العبء كبير من ناحية الجمهور ومن ناحية المسؤولية ومن ناحية هذا، وكثر خيرهم لعبوا بطريقة احترافية جامدة، وهذا كيدل على أن المغرب في تقدم جميل ما فيه الرياضة وكرة القدم. وإن شاء الله المقابلة الجاية غادي يكون نتائج مهمة جدا، وإن شاء الله الجمهور المغرب غادي يفرح وراسه يتهز في العالم. بصراحة واحد كينسيك في الثاني، وكل واحد عنده الدوبل ديالو، وحمد الله ولو أنا ما لعبش بزاف، محبوب جباير طبعا، وزياش، وأشرف حكيم، كلهم بلا ما ننسى حتى شي واحد. ديما مغرب أتوندو، لأن كنا كنتسناو تقريبا، يعني غنقول لك منين تأهل المغرب واحد 8 شهور. على كل يعني النتيجه ديال التعادل راه نتيجه ايجابيه، وكتفكرنا كترجع بينا للمكسيكو 86، لان الماتش الاول درنا 0-0. ان شاء الله نحاولوا نديروا 0-0 ولا نفوزوا، والماتش الثالث ان شاء الله غادي يكون ليكسبلوا وغادي تعاود هذه الفرحه هذه. بيان سور كانت سيطره، والعناصر كلها ادت يعني تقريبا داك الشيء اللي كان مطلوب منها. واللي فاجئني اكثر هما ذوك العناصر البديله اللي دخلت، عطيت الله ملي دخل يعني الى رومبلاسي مزراوي اللي تيلعب بايرن ميونخ، وعطى حتى هو كيلعب بيان سور بشكل جيد، راه كيلعب بايرن ميونخ، ولكن ملي دخل عطيت له اللي كيلعب في الوداد البيضاوي سيتي يعني تقريبا دار واحد المباراه جيده. زلزولي ملي دخل تقريبا فرجنا، الحمد لله توا تبارك الله عليه، وان شاء الله غادي يعطيو اكثر الماتشات الجايه ان شاء الله. ديما مغربي وينهم جوج ضربوا ماتش اللي انا كرواتيا ماشي فريق سهل، الحمد لله بعدا ملي شدينا مودريتش لان داك السيد عنده ثلاثة ترانيات ماشي ريه وحدة. وبالنسبة للماتش اللي هما جاني ماتش تكنيك فريق بين جوج بحال داخلين باش يلعبوا على التعادل، مي الحمد لله حكيمي دابا دار غو ماتش وبونو تا هو كنشوفو هادو جوج دخولات اللي دار. نتمنوا ان شاء الله نخوش ماتش ناخذ شي ثلاثة ان شاء الله. تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.